بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعبد كماله، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في الدين لوجهك الكريم، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، ولكن ابتغاء مرضاتك وفهما لمرادك من عبادك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، ويسر لنا الأمر من قبل ومن بعد. أما بعد، كنا وقفنا في الأسبوع الماضي على قول المصنف وهو القاضي أبو شجاع، والشارح وهو ابن قاسم الغزي، والمحشي وهو الشيخ إبراهيم البيجوري رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين. قال بعدما عرف الطهارة بفتح الطاء بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي، قال: وأما الطهارة بضم الطاء، الطهارة بالضم مقابل لقوله والطهارة بفتح الطاء، وأما الطهارة بكسر الطاء فاسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوه، كذا نقله المحشي عن شيخه. المحشي اللي هو الشيخ الدماميني. البيجوري لما يقول المحشي يقصد الشيخ الدماميني. الدماميني كان ليه حشية على ابن قاسم الغزي، سبق لحشية الإمام إبراهيم البيجوري. فلما يقول المحشي بأقصد لا، ما بيتكلم على المحشي الإمام النووي قبل ابن قاسم. البرماوي، يقصد البرماوي. كذا نقله المحشي اللي هو البرماوي عن شيخه وعن العلامة الفشني. الفشني ده من الفشن، يعني كل واحد كانوا بيسموه باسم بلده. الإمام السيوطي أسيوط، الإمام الإسناوي من إسنا، الإمام البيجوري من الباجور، وابن قاسم الغزي من غزة، حتى ابن حجر العسقلاني جده من عسقلان، وهكذا. فبيسموا كل واحد باسم بلده. وعن العلامة الفشني في شرح نظم هذا المختصر للعمريطي ولم يرتده الشيخ الطوخي لعدم وجوده في الكتب المتداولة ومن كتب الفقهاء وكتب اللغة، وإن كان مستندهم في ذلك القياس على الغسل الآتي بيانه فلا يصح، لأن اللغة لا يدخلها القياس. هل اللغة يدخلها القياس ولا لا؟ اللغة سماعية لا يدخل فيها القياس، لأن واضع اللغة هل هو البشر ولا الله عز وجل؟ الراجح هو الله، يعني فيها خلاف. المعتزلة قالوا البشر، يعني في أقوال في الأصول، لكن الراجح الذي وضع اللغة هو الله عز وجل، هو الذي علم الأسماء كلها لسيدنا آدم، وعلمه مراد، يعني المعنى المقابل لكل اسم. حتى ان الملائكة نفسهم كانوا لا يعلمون الاسماء، كانوا يسبحون الله ويعبدون الله العمر الطويل لا نعلمه قبل حتى خلق سيدنا آدم، ولكن كانوا لا يعلمون مسميات الاشياء، كانوا يرونه ولا يعلمون اسماءها، ولا المعنى اللفظ الموضوع مقابل لهذا المعنى. فلما علم سيدنا آدم الأسماء كلها وعرض هذه الأشياء على الملائكة فما عرفوهاش، فعرفهم إياها سيدنا آدم فعلموا فضيلته عليه. ودي برضه من رحمة ربك إن هو ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يأمرهم بالسجود من غير ما يعرفهم مسور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني رحمة بالعباد
ولو كانوا هؤلاء العباد هم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا أنه أراد أن يبين لهم فضيلتي عليه، فتكلم بالألفاظ التي كانوا لا يعرفونها من قبل. فواضع اللغة هو الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بقراءة عاصم، وللعالمين بقراءة نافع. فالمسألة كلها بوضع الله عز وجل كما وضعه، وبالتالي طالما هي موضوعة من قبل الله عز وجل فلا دخل للقياس في اللغة ولكن هي السماع. فقالوا الطهارة دي بالقياس كده بالكسر تنفع لاستعمال ما يضاف إلى الماء عشان يحسنه، زي مثلا تحط مية ورد على المية تقوم تديها طعم جميل يسموها طهار، أو تحط مثلا نوع من السدر يعني نوع من الطيب برضه اللي له رائحة يسموه طهارة. لكن ما وافقوش الإمام البرماوي، ما وافقوش كلام الإمام البرماوي نقلا عن شيخه ولا عن الفشني بقية العلماء، وقالوا لا دي ليه قياس ولم تسمع، واللغة لا يدخلها القياس، فبلاش حكاية الطهارة دي لأن دي ما سمعناش عنها، وإن كانت من حيث اللغة تنفع قياسا، لكن إحنا قايلين إن اللغة لا يدخلها القياس. لكن الطهارة بقى دي مستعملة، الطهارة اسم لبقية الماء، يعني أنت مثلا بتتوضأ وبتستعمل جزء من الماء اللي في الإناء للطهارة، الباقي في الإناء ده بعد الطهارة اسمه الطهارة، يبقى لبقية الماء. الطهارة فاسم لبقية الماء أي ما فضل من ماء طهارته، كالذي يبقى في نحو الإبريق لا في نحو بئر أو بحر. مش تروح أنت تتوضأ من نهر النيل تقول لي بقية النيل كله بقى طهار، واخد بالك، ولا في البحر ولا في البئر، ده في الإناء تبقى حاجة محدودة كده. ولما كان الماء آلة للطهارة، دخول على كلام المصنف، يعني رجع بقى لكلام المصنف، عايز يقول إن المصنف ليه اتكلم على المياه في باب الطهارة، يعني هو بيتكلم على باب الطهارة، كان حقه يخش على الوضوء بقى، مش كده برضه؟ يخش على الغسل، يخش في الجد على طول كده، لا ده ابتدى يتكلم لك على المية، لأن الطهارة هتستعمل فيها إيه؟ المية، فابتدى يكلم لك على أنواع المياه. خدت بالك؟ فهو بيشرح لك ليه المصنف اختار انه يتكلم على انواع الماء في حين ان هو بدأ في باب الطهارة، لان الماء هي آلة الطهارة. ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لانواع المياه، فقال دخول على كلام المصنف، والغرض بهذا الدخول الجواب عما قد يقال الترجمة للطهارة، لأنه قال كتاب الطهارة، فكان عليه أن يتكلم عليها عقب الترجمة بأن يتكلم على الوضوء ونحوه، فلما تكلم على المياه أولا؟ وحاصل الجواب أنه وإن كانت الترجمة للطهارة لكن الماء آل لها فهو مقدم عليه، لأن احنا عرفنا أن الطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل وسائل، واخد بالك؟ وكنا شرحناها بالتفصيل. فالماء من ضمن ايه؟ وسائل الطهارة، وليس وكل وسائل الطهارة، ممكن التراب يبقى برضه من وسائل الطهارة في التيمم، ومش في التيمم وبس، وفي تطهير الماء بعد ولوغ الإناء بعد ولوغ الكلب، يعني الإناء إذا ولغ فيه الكلب بتستعمل 7 مرات إحداهن بالتراب، يبقى برضه بيستعمل التراب كوسيلة للطهارة للإناء بعد ولوغ الكلب، يعني مش في فقد الماء بس، أحيانا يستعمل مع وجود الماء. وفي برضو الاستحالة برضو من ضمن وسائل الطهارة، اللي هي أن يستحيل الخمر إلى خلف بنفسه لا بإضافة شيء إليه، برضو دي من ضمن وسائل الطهارة، فتطهر الخمر بعد نجاستها وتتحول إلى خلف يجوز استعمال. وكذلك الدابغ، المادة اللي بتدبغ بيها الجلد، جلد الميت، جلد الميت نجس خلاص، ازاي يطهر؟ يطهر بالدباغ، يبقى الدابغ دي من ضمن وسائل الطهارة، المادة اللي بتدبغ بيها،
دي من ضمن وسائل الطهارة أيضا. فالطهارة لها وسائل، إنما مقاصد الطهارة معروفة، اللي هو الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة من على الثوب أو من غير ذلك، كل الحاجات دي إيه مقاصد الطهارة. استطرد المصنف لأنواع المياه. جواب لما، لما جواب لما، يعني لما دي من أدوات الشرط، لما كان كذا عمل كذا. استمال لي لما دي تحتاج ايه فعل شرط وايه، يعني تحتاج جملتين، جملة الشرط وايه وجواب شرط. فجواب لما يقول ولما كان الماء آلة للطهارة حصل ايه بقى، استطراد المصنف. يبقى الاستطراد المصنف ده جواب على ايه، على لما. جواب لما والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. يعني ايه استطرد؟ يقول لك استطرد قائلا، هو ذكر الشيء في غير محله لكن لمناسبة، واخد بالك؟ يعني احنا النهار الوقت قاعدين بنتكلم في الطهارة، جبنا سيرة ايه الاستحالة وتحول الخمر الى خل، وجبنا سيرة الدباغ، مع انه الموضوع مش في الموضوع ده، احنا هنتكلم على انواع المياه، لان في نوع من المناسبه هنا لما جبنا سيره مقاصد الطهاره ووسائل الطهاره، فجت بالمناسبه الحكايه دي، فيسموه استطراد. استطراد يكون كلام في غير المحل اللي انت بتتكلم فيه، يعني في غير الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، ولكن لمناسبه، في مناسبه ما، زي ما تقول الموضوع ده فكرني بالموضوع ده، يبقى يسموه استطراد. جواب لما والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، كما هنا في المحل للطهارة، لكن المصنف ذكر المياه لمناسبة كون الماء آل لها كما هو حقيقة الاستطراد، فاندفع بذلك اعتراض المحشي بأن ذكر الماء هنا في محله لأنه آل للطهارة، فلا استطراد إلا أن يراد به مطلق الذكر، فيكون قوله استطرد بمعنى ذكر. ووجه الاندفاع أن ما ذكره من التعليل هو المناسبة المقتضية للاستطراد كما تقرر. لأنواع المياه، يعني في ناس بيقولوا لا ده هنا الماء هو أصلا في صلب الموضوع، ده مش استطراد، ده هو ده في صلب الموضوع. ناس بيقولوا لا ده استطراد، فمناقشة بين العلماء كده، العلماء يحبوا يناقشوا بعض، لأن عارف المناقشة دي والمناقشة دي بينهم بتطلع علم حلو، انما يقعدوا كده يسمعوا ويسكت، لا يقعد برضه يناقش شويه، واخد بقى، ما يقصدش الجدال ولكن يقصد ايه استخراج العلوم النفيسه. لكن الحكايه كلها امتى تبقى جدال؟ لما تبقى انت قاعد بتنافيه بقى، هو يقول لك الدليل وانت برضه تقول له لا، وتقول له وما تردش عليه بالقواعد، ترد عليه كده بالهلضنه زي ما بيعمل بعض الشباب، تقول له الدليل في المساله وبرضه مش عارف، يا ابني المسألة كذا ودليلها كذا، يقول لك لا أنا عايز الدليل الثاني. طب والدليل الثاني إيه؟ طب ودرجة صحته إيه؟ طب هل ضمن بقى؟ يبقى دي جدال، إنما العلماء دول بيتكلموا بالقواعد. فتبص تلاقي إيه؟ استطرادهم بيبقى لطيف. بتيجي تلاقي نفسك في علم، بتزداد في علم. لأنواع المياه اللازم اللام زائدة في المفعول. وفي بعض النسخ أنواع المياه بإسقاط اللام وهو ظاهر، وكان الأولى أن يقول أنواع الماء بالإفراد، لأن إضافة أنواع، يعني هو بيقول استطرد المصنف لأنواع المياه، استطرد المصنف لأنواع المياه، الاستطراد هنا وقع على إيه؟ وقع على الأنواع، كويس، فهي في مكان المفعول، فكأن اللام دخلت على المفعول به، لأن اللي يقع عليه الفعل هو المفعول به. مش كده يسموه حتى مفعول به، يعني وقع عليه الفعل، واخد بالك؟ وفي بقى المفعول لأجله، وقع لأجله الفعل، زي مثلا ايه أذاكر، لما تقول أذاكر للنجاح يبقى خلاص دخل هنا اللام على المفعول لأجله، خدت بالك ازاي؟ يعني مثلا، لكن انت مثلا تقول يذاكر التلميذ طلبا للنجاح، يبقى طلبا هنا مفعول لأجله، خدت بالك؟ لأنه هو مذاكرته هي للطلب، من أجل الطلب.
لأنواع المياه اللام زائدة في المفعول، يعني زائدة في الذكر في المعنى يعني، لكن هي مطلوبة في اللفظ عشان يستقيم. لكن لما يقول لك زائدة يعني زائدة في المعنى، يعني هي اللام من، واخد بالك ازاي، مجرد زيادة في المعنى بس، لأن هو الكلام وقع على المفعول خلاص، لكن هي مطلوبة للمعنى علشان في بعض الأفعال، في بعض الأفعال يسموها أفعال لازمة وأفعال متعدية. الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إنه إيه؟ الفعل اللازم يكتفي بمفعوله، الفعل اللازم يكتفي بفاعله، واخد بالك؟ إنما الفعل المتعدي لا يكتفي بفاعله، يحتاج لمفعول، اسمه تعدى. طب افرض الفعل اللازم ده محتاج إنك أنت تعديه لمفعول، يعني مثلا تقول إيه؟ نجح الطالب، خلاص ده فعل لازم مش محتاج مفعول، جملة واضحة اهي، نجح الطالب، خدت بالك ازاي؟ طيب عايز تخلي الفعل اللازم ده اللي هو مش محتاج مفعول يتعدى، تعمل ايه؟ اما تضعفه تقول نجحت الطالبة، فهمت ازاي؟ نجحته، فلما ضعفته احتاج لمفعول على طول، او تقول انجحت الطالبة، خدت بالك؟ يبقى هنا تعديه. او بالحرف الجر هتقول ايه؟ نجح الطالب في المدرسة، يبقى اجيب حرف جر، يبقى الفعل اللازم يتعدى احيانا لكن لا يتعدى بنفسه، يتعدى بوسيلة من الوسائل، اما بتضعيف الفعل او بادخال الهمزة على اول الفعل المضارع او بايه، بحرف الجر، كل دي يسموها. وعشان كده يقول لك اللام دخلت على المفعول، كأن كان الفعل ده أصلا فعل لازم فاحتاج لحرف الجر عشان يتعدى للمفعول. وفي بعض النسخ أنواع المياه بإسقاط اللام وهو ظاهر، وكان الأولى أن يقول أنواع الماء، مش يقول المياه، يقول الماء. ليه يقول المياه؟ يجمعها بالإفراد، لأن إضافة أنواع إلى المياه بصيغة الجمع تقتضي أن كل فرد من أفراده تحت أنواع. لما يقول لك أنواع المياه كأن المياه نفسها كل فرد من تحتها هو نفسه أنواع برضه، لأنه جمع دي وجمع دي، كأن أنواع ده جمع والمياه كمان جمع، خدت بالك؟ شفت العلماء بيحبوا اللغة ازاي، يفهموها ازاي، فيقعدوا ايه، يرازوا بعض، بس المرازية لطيفة بعلم. وكان الأولى أن يقول أنواع الماء بالإفراد، لأن إضافة أنواع إلى المياه بصيغة الجمع تقتضي أن كل فرد من أفراده تحته أنواع، وليس كذلك. يعني لما نقول ماء النهر، مهما تعددت الأنهار هو مية واحدة، خلاص مية عذبة، خدت بالك؟ مية عذبة وبتجري يسموها ماء نهر، مية عذبة وما بتجريش يسموها ماء العين، مية عذبة وغويطة يسموها ماء البئر. مهما كان بقى عندنا 20 بئر اسمه ماء بئر بقى، مش كل بئر ليه نوع، خدت بالك؟ ماء البحر هو أي ماء مالح، سواء كان في المحيط، في البحر الأبيض، في البحر الأحمر، في أي حتة اسمه ماء البحر وخلاص، خدت بالك؟ فهي مش أنواع يعني، يعني نفس المياه دي نفسها حقها ما تبقاش أنواع في المياه، لكن الأنواع يبقى في الماء بس مش في المياه. وجوابه بيجاوب بقى، بيدافع عن الشيخ، بيقول لا يعني، وكل واحد يعترض والتاني ايه، يرد ان الشيخ لا ليه وجهة نظر برضه. وجوابه ان الالف واللام في المياه للجنس المتحقق في الواحد، والمراد بانواعه اقسامه التي تحصل بتعدده بحسب المضاف اليه، كان يقال ماء السماء وماء البحر وهكذا، الا في ذاته، الا في ذات الماء نفسه. فقال عطف على السطر ده قوله المياه، فقال اللي هو ايه المصنف، فقال المياه التي يجوز ان يصح التطهير بها سبع مياه. فهيمسك لك كلمة المياه دي، اصلها جاية منين؟ اصل الكلمة اشتقاقها، اصله المواه، المواه
المواه. قلبت واوه ياء. الواو بقى هي اصلها واو. انت حتى ساعات تقول انت بتموه عليا الكلام، يعني اصل ياء واو صح ولا لا؟ هي اصلها واو، لكن ليه قلبوها ايه؟ قال لان لما تلاقي واو مكسوره وراها ايه، وراها ايه، واو واو قبلها كسر ووراها الف، تبقى صعب نطقش الميواه، يبقى فيها تكلف، والعرب يحبوا يخرجوا من التكلف، يبقى لغتهم طبيعيه، فراح على ابوها ياء لمناسبه الكسر قبلها، فتبقى مياه حلوه كده، مياه سهله، انما تقول ميواه فتبقى صعبه شويه، وان كان هي دي اصلها، لكن العرب بطبيعتهم يحبوا يروحوا قالب الكلمه الصعبه علشان تبقى سهله النطق. اصله المواه، قلبت واوه ياء لوقوعها بعد كسر، زي الصيام، كالصيام، اصله صوام، سوام، اصل انت بتقول صام يصوم ولا صام يصيم؟ يصوم، يعني اصل الالف فيها واو اهي، امال ليه في المصدر قلناها صيام؟ ما قلناش صوام، لنفس السبب، ان قبلها حرف مكسور وتيجي بعدها واو مفتوحه صعبه في النص، فقلنا صيام. يبقى هي برضو مواه بقت مياه، وصيام وصوام بقت صيام. كالصيام اصله صوام، قلبت واوه ياء لذلك، وهو جمع ماء بالمد على الاصل، بالمد على الاصل، يعني ماء ده اسمه مد كده، واخد بالك ازاي؟ ولما تقول ماء يبقى اسمه قصر، يبقى هي مقصور ولا ممدود؟ هي ممدود. هو جمع ماء بالمد على الأصح، وقد يقال تقول شربت ماء بالقصر، وساعات تقول شربت ماء، واحنا بنقول ميه المصريين، واخد بالك؟ تمشي بقى. ايه تعريف الميه دي بقى؟ تعريفها عند العلماء، يعني بيقول لك وهو جوهر لطيف. يعني ايه جوهر؟ يعني ماده. يبقى جوهر يعني ماده محسوسه تحس، وهو جوهر، لان في حاجه اسمها جوهر وجسم وعرض، يعني الموجودات لا تخرج عن الثلاثه احوال. اي شيء مخلوق مهما تعددت صورته وتغيرت هو اما جوهر او جسم او عرض، واضح لكل المخلوقات كده، جوهر او جسم او عرض. يعني ايه جوهر؟ جوهر يعني ماده غير مركبه من اجزاء تفتقر للحجم، تحتاج للتحيز عشان تشوفها، تحتاج لمكان تركن فيه عشان تشوفها. يبقى الجوهر كده ماده، اي ماده، طوبه اهي مرميه على الارض، طوبه، الطوبه دي جوهر بس. لو كانت مركبه من ماده واحده يسموها جوهر، لو مركبه من اجزاء يسموها جسم. يبقى الانسان ده جسم، ما تقدرش تقول على الانسان جوهر، لان الانسان مركب من اجزاء ومركب من مواد مختلفه، وبعضها سائل وبعضها غازي وبعضها جامد، وبعدين مكون من اعضاء كثيره متركبه مع بعضها بطريقه معينه، يبقى ما تقولش عليه ماده جوهر، تقول عليه جسم. فالجسم اعقد من الجوهر، الجسم مركب من اجزاء متعدده يفتقر الى اجزائه ويفتقر الى الحي. يبقى يفتقر للحي زي الجوهر ويفتقر لاجزائه لانه جسم، خدت بالك؟ وايه هو العرض؟ العرض هو ما لا يقوم الا في المحل، يعني محتاج عشان يظهر يظهر في محل، لكن بذاته كده مش محتاج، ما ينفعش. لا يقوم بذاته، يعني الجوهر قائم بذاته كده متماسك، والجسم كذلك قائم بذاته متماسك، انما العرض، العرض ده يحتاج يفتقر للمحل ليظهر فيه، اللي هي زي الصفره والحمره في وجه الانسان. يعني الانسان ممكن يبقى وشه محتاج وش عشان اقول وشك احمر، او محتاج وجه علشان اقول انت وشك مستر ليه النهارده؟ انت مالك لونك مخطوف ليه النهارده؟ كل دي اعراض يسموها عرض، مبتسم مكشر، اعراض محتاجه ملامح علشان اشوف فيها الابتسامه واشوف فيها التكشير. يبقى الموجودات كلها كده، اما جسم او جوهر او عرض، خدت بالك؟ كل الموجودات كده. لما كانت هذه هي المخلوقات، الله على خلاف المخلوق، فقلنا ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض،
في علم التوحيد، يقول لك الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، امال ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلشان كده الماء يقول لك هو جوهر، جوهر بس جوهر لطيف. لطيف يعني ايه؟ يعني تشوف ايدك من وراه اهي، ادي معنى لطيف، يعني شفاف. خدت بالك؟ اللطافه تستدعي ايه؟ كمال الرؤيه من خلال الشيء. وعشان كده في تعريف الملائكه يقول لك برضه كائنات لطيفه، في الجن يقول لك كائنات لطيفه. خدت بالك ازاي؟ كلمة لطيف عندهم يعني عند العلماء يقصدوا انك انت تستطيع انك انت ترى من خلاله ما وراءه. كويس؟ الملائكة كائنات لطيفة مخلوقة من نور لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة. خدت بالك ازاي؟ عاقلة مكلفة على الراجح. يعني في خلاف في التكليف. هل هي مقبولة على الطاعة بلا تكليف، يعني مجبورة على كده، ولا هي مكلفة؟ فيها خلاف بين علماء الأصول، الراجح أنها مكلفة. واخد بالك؟ وهي لطيفة، ولا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، ما تقولش ده الملك ده ذكر ودي أنثى، لا توصف. من وصفها بالأنوثة كفر، ومن وصفها بالذكورة فسق. لأن الكفار قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فربنا اعترض على كلام الكفار بوصف الملائكة بالأنوثة. كل إيمان يزيد وينقص. طب كل إيمان يزيد وينقص بالترقي من مقام علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. يزداد ويزداد بالعمل. واخد بالك؟ فالقول والعمل يزيد وينقص. بس خد بالك، اصل الايمان فيه جزئين. الايمان فيه، اذا كنا قلنا الايمان جزئين قول وعمل، واخد بالك ازاي، او اعتقاد وعمل يعني، ففي حد ادنى للاعتقاد ده لا يزيد ولا ينقص. خدت بالك؟ حد ادنى للاعتقاد لا يزيد ولا ينقص. عشان كده العلماء اختلفوا في حته هل الايمان يزيد وينقص ولا لا، خلاف كبير بين العلماء. وقالوا اذا زاد معناه ان كان ايمانه ناقص، والنقص لا يقبل في الايمان، لان الايمان لازم كده يبقى حته واحده، الاعتقاد كده جازم ومطابق للواقع وعن دليل عشان يبقى راجل مؤمن. فازاي اقول له زاد ايمانه؟ ما هو لو زاد دليل انه قبل كده كان ناقص، ازاي اقول عليه ناقص؟ فاختلف العلماء في المساله دي. لكن القدر اللي هو ينجو به الانسان عند الله من الاعتقاد الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، هذا الاعتقاد هو أدنى أنواع الإيمان. هذا ده لا يزيد ولا ينقص، ده في حد ذاته كده لا يزيد ولا ينقص. إنما مع ممارسة العبادة والطاعة ربك سبحانه وتعالى يجلي لك حقائق في قلبك يزداد فيها الذين آمنوا إيمانا بالحقائق بقى والتجليات. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يدل على أن الإيمان هنا يزداده، يزداد بكثرة الأدلة، بالمشاهدة، بالمراقبة، بالمعايشة، بالتجليات الرحمانية على قلوب المؤمنين، بالإلهام. كل هذه الأشياء يزداد فيها الإيمان، فكل الحاجات دي تزود الايمان. لكن الحد الادنى اللي قعدوا يتكلموا ما يزيدش وينقص، كانوا بيتكلموا على حد ادنى. فالخلاف في الحقيقه خلاف صوري بس، مش خلاف في الحقيقه. ايوه. اه طبعا. انت هتقول على الضوء ايه؟ الكترومغناطيك ويف، صح؟ موجات كهرومغناطيسيه. الموجات الكهرومغناطيسية ممكن تكدسها فتصير مرئية جسما، فطول ما هي الكترومغناطيك ويف عرض، طول ما هي الكترومغناطيك ويف عرض. لو قدرت تحصرها في بتاع اللمبة اللي قدامنا دي، حصرت الضوء فيها خلاص ظهرت. خدت بالك ازاي؟ فطالما بقت ظاهرة بالعين تشوفها كده، حولتها إلى ضوء. خدت بالك ازاي؟
وعلشان كده كل الأكوان أصلها نور، كل الأكوان أصلها نور، حتى الإنسان، حتى الأرض، حتى الكواكب أصلها نور، بس كدس النور فجعله جواهر، واخد بالك؟ ولم يكدس بعض الأنوار فجعلها لطائف. هي دي المسألة. وعلشان كده الإنسان اللي هو الجسم ده، أي جسم لو مشيته بسرعة الضوء يتفكك ويتحول لأصل الكترومغناطيك ويزداد. عشان كده ما قدروش يمشوا بسرعة الضوء، لكن يقدروا يمشوا بسرعة الصوت. لكن لو مشى إنسان بسرعة الضوء تبص تلاقيه اتحلل، بقى موجات كده. ما تشوفهاش بقى بعينك. تحتاج بقى إيه، جهاز تاني تقابله فيه علشان تركبه. وهم بيفكروا الحكاية دي دلوقتي في الخيال العلمي. في روايات الخيال العلمي بيفكروا بالطريقة دي. إن هم عايزين يعني يخترعوا وسيلة من الأجهزة اللي بيها الإنسان لو سافر بسرعة الضوء يتحلل ويتركب تاني في حتة تانية. بيعملوها في الروايات دلوقتي الخيال العلمي يعني. وعشان كده أنت لما تشوف سيدنا رسول الله في الإسراء والمعراج تعرف إنها معجزة كبيرة أوي. لأن الإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المسافة بتاع سمك كل سنة 500 عام بسرعة الضوء. كل سنة سمكها 500 والمسافة بينها وبين السماء الثانية 500. 500 سنة بسرعة الضوء، يعني الضوء يفضل مسافر 500 سنة على ما يخترق السماء الدنيا بس. سمكها. ويفضل مسافر 500 سنة زيهم في هواء اللي بين أو الفراغ اللي بين السماء الدنيا والسماء التي تليه. وبعدين يقعد يخترق 500 زيهم في السماء الثانية، فين بقى على ما يوصل للسماء السابعة؟ يعني سيدنا رسول الله لو كان ماشي حتى بسرعة الضوء كان زمانه لسه ما جاش لحد دلوقتي. يعني كان هيقعد مروح بس 3500 سنة، مش هي 7 في 500، 3500 ده غير ما تحسب السمك الهواء اللي بين الفراغ اللي بينهم كمان، اعتبرهم لازقين في بعض. طيب يعني عشان نقصر المسافة برضه محتاج 3500 سنة رايح و3500 سنة راجع. كان الإسراء والمعراج يخلص بعد 7000 سنة. عشان تعرف المعجزة، بس دي معجزة يعني لا يتصورها إلى الآن، لا يتصورها عقل. بعد التقدم اللي الناس يقول لك ده راحوا مش عارف إيه وهبطوا فين وعملوا إيه، هبطوا فين؟ إيه يعني المريخ يعني؟ ولا حاجة، ده هنا، ده المريخ هنا أهو، ده أقرب من الحيطة دي بالنسبة للمسافات اللي بنحكي عليها يعني. خدت بالك؟ وعلشان كده معجزة كبيرة. مش كده وبس، ده هو لو كان كمان مشي بسرعة الضوء كان تحلل، ودي أقصى سرعة نتصورها. لكن ده مشي بسرعة لا توصف، لا توصف، يعني أعلى مما نصفه بجسمه البشري المعتاد، فدل على أن جسم النبي بشري غير معتاد. جسم بشري لكن غير معتاد. لأن الجسم البشري المعتاد يتحلل بالسرعة اللي هي لحد الضوء، والنبي مشي بسرعة أسرع من الضوء كمان. فجسمه لم يتحلل، دي حاجة. الحاجة الثانية إنه في داخل المعراج، دي سرعته في المعراج فقط الضوء بكثير، لكن سرعته على الأرض في الإسراء كانت سرعة الضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها. لأن كانت الآلة اللي هي وصلته في الإسراء البراق. لكن البراق ما ينفعش يوديه بقى في المعراج. ليه؟ لو كان مشي بسرعه البراق يا عم كان زمانه ما رجعش لحد دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على سرعه البراق، بيقول ايه؟ وحافره عند منتهى طرفه. شوف جمال النبي بيوصف لك سرعه الضوء بس الجمال. ما هي سرعه الضوء كده؟ انك انت مطرح ما تشوف تلاقي رجلك فيه. يعني انت ماشي بسرعه الرؤيه. يعني سرعه الضوء. حافره عند منتهى طرفه. شفت الجمال؟ ما هي دي سرعة الضوء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالظبط هي سرعة الضوء، انك انت يبقى رجلك توصل عند منتهى طرفك، عند منتهى انت شايف الافق، يبقى رجلك كده خطوة تبقى في الافق. خدت بالك ازاي؟ ادي سرعة الضوء. يبقى النبي على الارض مشي بسرعة الضوء ولم يتحلل، وفي المعراج صار بسرعة لا توصف بالنسبة لها. سرعة الضوء بالنسبة لها ولا الزحلفة. الزحلفة دي تعتبر صاروخ بالنسبة ليه. دي حقيقة. ولم يتحلل صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، وخلص كل الشغلانة دي ورجع وفراشه
لسه لسه دي معجزه رهيبه قوي. يا خبر ابيض، ده شو الواحد يخاف مخه يشت لما يقعد يفكر فيها كتير، يقول امنت بالله واسكت. هي معجزه كبيره صلى الله عليه وسلم، وخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش حصلت له من الانبياء السابقين. يقول لك وهو جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه، كويس، يخلق الله الري عند تناوله. شفت جمال أهل السنة بقى، هو ده اعتقاد المسلمين الحلوين، إن هو لا يعتقد إن هناك مؤثر إلا الله. ما تفتكرش إن المية دي هي اللي بترويك، ده هي المية دي ربنا جعلها سبب في يدك يخلق معه الري عند تناوله. فهمت إزاي بقى؟ الطعام مش هو اللي بيشبعك، ده الطعام ربنا جعله سبب في يدك يخلق معه الشبع عند تناوله. النار جعلها الله سببا في يدك يخلق الله الإحراق عند ممارسته. السكين سبب في يدك يخلق الله الذبح عند احتكاكها بالجسم. ولو لم يكن ذلك، لو هي فاعلة بذاتها، ما كانتش تنفع النار تبقى كوني بردا وسلام، ما كانتش تنفع السكين ما تذبحش سيدنا اسماعيل، ما كانش ينفع الميه ما تغرقش ايه سيدنا موسى وتقف كده لحد ما سيدنا موسى يعدي واللي معاه والثانيين تروح غرقاهم. يعني حاجات عجائب. يبقى اعتقاد اهل السنه ان السبب ليس فاعل، الفاعل هو الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل مع السبب مش بالسبب. خد بالك، يفعل مع السبب وليس بالسبب، يفعل مع السبب وليس بالسبب. خدت بالك؟ دي نقطة هامة. طب وليه ربنا عمل لنا الحكاية الصعبة دي؟ علشان يختبر المؤمن بالغيب. ما هو لو كانت الأمور كلها كده واضحة كده، وإن فعل الله واضح بلا أسباب، خلاص ما كانش هيبقى فيه مؤمن ولا كافر، بقى كله مؤمن لأنه كله شايف كده. لكن الله سبحانه وتعالى حجب أهل الحجاب بالأسباب فنظروا إليها أنها فاعلة، وتعبد أهل الإيمان بالأسباب لإظهار حقوق العبودية وذلة العبودية مع القيام بأداء حقوق الربوبية. يبقى أنت بتاخد بالأسباب يا مؤمن مع اعتقادك أن الماء لا يرويك إلا بالله، تعبدا وتذللا. يا رب أنت خلقت لي هذا السبب، هو ده اللي فيه، هاخده ورويني. فتبقى يبقى في كمال التوكل، لان انت مش شايف ان السبب هو اللي بيشفيك، ولا السبب هو اللي بيرويك، ولا الدواء هو اللي يشفيك، ولا جهدك هو اللي بيرزقك. فتبقى لا، ده انت شايف ان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، ولكن تعبدك بالاخذ بهذه الاسباب. فانت بتاخدها وتقول يا رب. وطول عمر المسلمين كده يروحوا للدكاتره ياخدوا الدواء ويقول يا رب اشفيني، عمره ما يقول يا دواء اشفيني. يعني هم معتقدين هذا الاعتقاد واضح عندهم، عند جميع المسلمين الحمد لله. فيبقى الماء يقول لك ايه، شوف جمال الشيخ هنا يقول لك ايه عشان يبين لك بس ايه اعتقاد اهل السنه. هو جوهر لطيف شفاف يتلون بلون انائه يخلق الله الري عند تناوله، فلا لون له على المشهور. لونه لون انائه، حطيته في اناء كده شفاف يبقى شفاف، احمر يطلع لونه احمر، اخضر يطلع لونه اخضر، وهكذا يأخذ لون إناء. طب وما يظهر فيه لون ظرفه، وقيل له لون، وما يظهر فيه، واللي يظهر فيه هو لون ظرفه، الحاجة اللي هو مكتوب فيها يعني. وقيل له لون، فقيل أبيض لأنك إذا صببته تراه أبيض، وإذا جمد في البرد ترى بياضه شديدا، ترى بياضه شديدا. وقيل أسود بدليل قول العرب الأسودان التمر والماء. وأهيب أجابوا على الكلام ده كله بأنه من باب التغليب، من باب التغليب بس، الأسودان اللي هو التمر والماء، لأن التمر غالبا أسود، فقال لك الأسودان عشان دخل المية معاه. وأصله مواها، يبقى ماء أصلها مواها، مواها بالتحريك، لأن جمعه في القلة أمواه وفي الكثرة مياه، ولأن تصغير مويه، وكل من الجمع والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وباللغة حتى
الفرعونية القديمة مو، مو اللي هي مي، وشيل يعني شجر. فالسيدة آسيا امرأة فرعون لما شافت سيدنا موسى بين المية والشجر قالت مو شيل، يعني بين الماء والشجر طفل، مو شيل، فسمي مو شيل. وبعدين العرب سموه موسى بعد كده، لكن أصلها مو شيل يعني ماء وشجر، لأنه كان بين الماء والشجر، فأطلقت عليه اسمه باسم محله، فهي رأيته بين الماء والشجر موشي فسميته موشي باسم محله. كثيرا ما يطلق الشيء على اسم ايه؟ المحل. زي احنا نقول الغائط، العرب يقولوا الغائط على البراز، خدت بالك ازاي؟ والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، لأن العرب كانت تروح تتبرز في المكان ايه؟ المطمئن من الارض، الغائط، فسموه باسم المحل، فسموا الحال باسم المحل فيه، الحال فيه. ثم يقال تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا، ما وها، حتى ما تلاقي ما وها بقى فيها تكلف قوي. فقال لك ادام احنا قلنا لو كان قبل الواو كسر بنقلبها ياء، ولو قبلها فتح بنقلبها الف. فسألوا ما بس عشان اخرها هيه كده يمكن تشرق وانت بتقول، واحنا مش عايزينك تشرق، لان هتشرق وانت بتقولها وتشرق وانت بتشربها كمان، فمفيش داعي كفايه تشرق وانت بتشرب. فقال لك لا نقلب الهيه همزه عشان تقف على حاجه واضحه، ما، لكن هي اصلها ما وها، لما قلبوها الف تبقى ما، ما صعبه كده، ها، فيقول لك ما، ادي اصل الاشتقاق ده. وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وأبدلت الهاء همزة فصار ماء. ومن عجيب لطف الله ورأفته بخلقه أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة، من رحمة ربنا أنه ما فيش أكثر من ماء، الحمد لله، لعموم الحاجة إليه. وإنما جمعه المصنف وإن كان اسم جنس يصدق على القليل والكثير لاختلاف أنواعه، لكنه أتى بجمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة دون جمع القلة وهو من ثلاثة إلى العشرة بدخول الغاية، مع أنه أخبر عنه بأنه سبع مياه، فكان الأولى التعبير بالأمواه اللي هي جمع قلة، لأنه سبعة، أصل مياه دي جمع كسر، وأمواه جمع قلة، وجمع القلة عند العرب يستعملوه طالما أقل من عشرة يستعمل جمع قلة، زي تمرة وتمر وتمور كده برضه، تمرة وتمر وتمور، ففي جمع اسمه جمع قلة وفي جمع كثرة. فكان حقه بيقول للأمواه لصحة الإخبار عنها بالسبب، أجيب إن هو ليه استعمل جمع الكثرة بدل جمع القلة، أجيب بأنه استعمل جمع الكثرة مكان جمع القلة، على أن التحقيق أن جمع الكثرة وجمع القلة يشتركان في المبدأ. قال لك أصل أنت مش واخد بالك، ده جمع الكثرة ده من واحد إلى ما زاد عن العشرة إن شاء الله ملايين، لكن جمع القلة لحد عشرة بس، فهو لو قال جمع الكثرة يحل محل جمع القلة، لأنه داخل فيه الحتة دي، لأنهم مشتركان لحد عشرة، وبعد العشرة يتبقى جمع الكثرة بس، خدت بالك؟ يشتركان في المبدأ وهو ثلاثة، وإنما يختلفان في المنتهى وهو العشرة بالنسبة لجمع القلة، ولا منتهى لجمع الكثرة. قوله التي يجوز أن يصح التطهير بها، التي يجوز التطهير بغيرها من المائعات، فلا يجوز التطهير بغيرها من المائعات. المائع، خد بالك بقى ان العرب يقولوا على الحاجة الصلبة صلبة، خلاص الحاجة الجامدة كده يسموها صلبة، والحاجة السائلة يسموها مائعة. حتى انت تقول انت مائع كده ليه؟ يعني واد كده بتلوث زي السائل يعني، واخد بالك؟ فيسموه مائع. والحاجة الغازية اللي زي الهواء يعني يسموها غازية، خلاص سهل، يبقى في غازية وفي مائعة وفي صلبة. الماء لا يجوز التطهير بأي مائع إلا المية، يعني ما ينفعش أجيب مثلا هنا النهاردة جايبين لنا مثلا إيه؟ نعناع، أو النعناع ده برضه إيه؟ مائع، لكن ينفع تتوضأ بيه؟ ما ينفع، لكن ما ينفعش تتوضى لبيه، خدت بالك؟ بالميه بس،
يبقى لا يجوز التطهير ايه بغيرها من المائعات، خلافا للاحناف. الاحناف اجازوا الوضوء بماء ايه بالنبيذ، منعوق التمر، منقوع التمر يعني، منقوع التمر يعني، ممكن تحط شوية تمر في مية كده وبعدين تشرب شوية تفطر عليهم والباقي تتوضى بيهم، على مذهب الأحناف. لكن الشافعية يقول لك لا، طالما تغير طعمه بغير محله، واخد بالك ازاي، ما لا يجوز ايه التطهير ده، يبقى يسموه طاهر غير مطهر. فهو الماء ده مثلا النعناع ده طاهر لكنه غير مطهر. احنا بنقول على الطاهر المطهر طهور، خدت بالك، نقول على الطاهر المطهر طهور، فنقول ده طهور وده طاهر، طهور وطاهر. طهور يعني اتوضى بيه ينفع، وطاهر يعني ينفع اشربه، لكن ما ينفعش او استعمله في سائر الاستعمالات الا في العبادات. يعني ما ينفعش احط ميه ورده عليها واروح اتوضى بيها لان تغير طعمها، لكن ممكن اشربها واستعملها في الشاي، استعملها في الشوربه، استعملها في الطبيخ، امسح بيها البيت، في سائر الاستعمالات، اغسل بيها هدومي المتسخه، المتسخه مش اللي فيها نجاسه، لان النجاسه لازم اشيلها بالميه الطهور برضه، خدت بالك، لكن المتسخه الطاهره متسخه ممكن. فلا يجوز التطهير بغيرها من المائعات، فمن استعمل غيرها في الوضوء او الغسل فقد تقرب بما ليس موضوعا للتقرب، فيعصى لتلاعبه مع عدم الصحه. يعني حتى افرض واحد قام قال طب انا هتوضى بشويه النعناع دول، يعصى لتلاعبه ولا يصح وضوء، فيبقى وضوءه باطل ويعصى لتلاعبه. ما هو ما لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فإذا تغير بما في مستقره أو مقره جاز الاستعمال. يعني ساعات تفتح الحنفية تلاقي المية نازلة معكرة عشان المواسير، اتوضى بيها لأنها متغيرة بما في مقرها. هات مية النيل الصح كده تلاقي فيها شوية أثر شوائب وتمر وطمي كده، تلاقي ساعات بني، حتى أيام قبل السد العالي كان يقول لك المية لونها بني من شدة الطمي، ما يضرش. مية البحر ساعات لها مخدر، تتوضى بيها لأنها متغيرة بما في مقرها. إنما أنا لو جبت المية بقى دي وحطيت عليها شوية تراب وأقول ما هي زي مية النيل، ما ينفع، لأن مش بمقرها، ده أنا اللي ضفته عليه. يعني أروح أتوضى بمية في البحر وعليها طحالب وأقعد أديح الطحالب كده وأتوضى وهي مخدرة، وضوء صحيح. طب أنا جبت بقى المية دي خرجتها خالص وجبت شوية طحالب كده ورحت راميهم فيه، ما ينفعش، لأن بقى ده مقر جديد، خدت بالك؟ أيوه. ما هو التطهير ده بيتم بالشفقة الأخيرة اللي هي من غير أي زهرة. مش هما بيشطفوا الغسيل في الآخر أو يشطفوه في الأول؟ لا، هو الغسالة الفول أوتوماتيك، الغساله الفول اوتوماتيك متبرمجه فيها في برنامج الشطف بتاعها، في جزء منه في الاخر شطف ميه قراح بيدخل بيها بالميه دي. فالغساله الفول اوتوماتيك دي اضمن من الغساله البني ادم الثانيه اللي هتقعد تحط لك زهره في كل بتاع، ما ينفعش. فهي الاحسن لو عايزه تزهر الغسيل بتاعها تزهره بعد ما تشطفه الاول بماء قراح، تشطفه الاول بماء قراح كده ما فيهوش اي اضافه، وبعد كده عايزه تحط الزهر عشان تدي لون جميل ولا بتاع، خلاص تمام كده. بس في الاخر ايوه. لا طبعا، ما هو خلاص ميه بصابون، هو الصابون في مستقره، خلاص ما ينفعش. ها؟ ما هو هيبقى طاهر غير مطهر، هيبقى ماء طاهر غير مطهر، يبقى مائع، زي ما شويه الميه دول حطينا عليهم شويه نعناع. ينفع تتوضى بيهم؟ طب ده النعناع اهون من الصابون، وما ينفعش. مرقه لحم، جبت كيلو لحمه سلقته في بانيو ميه، ما هو حاجه يعني مش هيبان، هتبقى لونها رايق خالص برضه، ما ينفعش، غيرت طعمه. ايوه، ده الخلاتين والحاجات دي متعلقه بالنجاسات. ايوه، الخزان بتاع الحكومة ده صار مستقرا جديدا،
ايوه دي حقيقة. ما هو اتنقل لخزان ضخم جدا بقى ولا البحيرة، فصار هذا الخزان مستقرا له، بل الماسورة اللي ماشي فيها بقى مستقر جديد له، فإن تغير بالماسورة صار متغيرا بما في مستقره. خدت بالك ازاي؟ فتتوضى بالمية اللي نازلة لونها مش مظبوط قوي، أيام ما كانت المواسير لسه مش مظبوط، دلوقتي صلحوها بتاعي. ايوه ما يجراش حاجه، ما هو لا يغير طعمه، لا يغير طعمه، واخد بالك؟ الاضافه البسيطه دي لا تغير. ما انا خد بالك، خد بالك ان الطاهر، الطاهر اللي هو يخرج الماء من طهوريته اذا اضيف اليه هو الذي يغير صفه من صفاته. انما انا لو حطيت نقطه مرقه على الكوبايه دي هتاثر فيها، اتوضى بيها، لانها مش هتغير لونها ولا طعمها. خدت بال حضرتك؟ لا تغير لونها ولا طعمها ولا ريحتها، القليل القليل خالص. لكن انا لو حطيت شويه ماء ورد، ماء الورد يديها طعم خلاص او ريحه، ما ينفعش ولو كان قليل لانه غير. يعني العبره في الماء لخروجه من طهوريته ويصير طاهرا ان يختلط بمائع اخر طاهر يغير احدى صفاته، فان غيرها انتقل من الطهورية للطاهرية. واضح؟ ده أصل الكلور ده غاز، غاز غاز، أنت لما بتاخده وهو لسه قريب الإضافة بيبقى عامل لك فقاقيع، مغير لك شكله بالفقاقيع بس، لكن سيبه كده شوية تلاقيه خلاص. لكن افرض أضافوا لك الكلور بنسبة كبيرة أوي لدرجة غيرت الماء، ده سم متر، ده يبقى مسمم لأنه غاز تاني. يعني الكلور ده نفسه لازم يتضاف للميه بتاعتنا دي بنسب محسوبه، لانه غاز سام اصلا، بحيث ما تحسش بيه. خدت بالك؟ ما تحسش لا بطعمه ولا بريحه ولا كده. فاستعمله ما يجراش حاجه، لكن لو ناوي يصمموه بقى علشان يقللوا الناس ويحددوا بقى، دي مساله ثانيه. ايوه. ها؟ ايوه عشان عايز يسمم الميكروب، بس بيديله الجرعه تسمم الميكروب وما تسممش الشارب. فهمت ازاي ده؟ لا لما يتحط بالجرعه البسيطه دي ما بيستهلك في الماء، بيستهلك في الماء فلا يصير له اثر. فتلاقيه يروح موت لك الميكروب ويروح فيه ويتبخر الباقي وانتهينا على كده. ما تقلقش يعني، ما احنا بنشربه من يوم ما اتولدنا ما جربناش. ايوه الخزان اللي فوق العماره لو كان فوق القلتين، يعني حجمه الميه اللي فيه اكثر من 100 لتر، واخد بال حضرتك؟ يبقى لا يتغير ولا يفقد طهوريته ما لم يفقد صفه من صفاته. خدت بال حضرتك؟ يعني افرض مثلا انت عندك الخزان فيه سعه 200 لتر، وقعت فيه عصفوره غرقت، واخد بال حضرتك؟ العصفوره دي لما غرقت بقت ميته، والميته نجسه وقد تتحلل فيه وتعمل ريحه، واخد بالك؟ اذا كانت الميه فوق ال 100 لتر ووقع فيها نجاسه ولم تغير صفه من صفاتها تظل طاهره طهور. خدت بال حضرتك؟ العبره بتغيير صفه من صفاتها، سواء كانت هذه هذا المضاف نجس او المضاف طاهر. لكن في الاقل من قلتين لا ننظر للتغير ان كان اختلط بنجاسه، وننظر للتغير ان كان المخالط طاهر. خدت بال حضرتك؟ اذا كان اقل من قلتين اللي هي ال 100 لتر يبقى بننظر لايه؟ للمخالط. اذا كان طاهر العبره بالتغير، اذا كان نجس ما ننظرش للتغير، ما يتحملش. خدت بال حضرتك بس؟ يعني نقطه بول على الكوبايه دي يمكن ما تغيرش لونها ولا ريحتها ولا حاجه، نقطه صغيره بالقطاره كده، لكنها تفقد طهوريتها وتصير نجسه، لانها لان البول نجس ودي اقل من قلتين. لكن حط نقطه بول بقى على بانيو ولا يؤثر. خدت بال حضرتك؟ بالرغم انه نجس لان الميه كتير. الاستاذ محمد فايز يطلع ده بيتك بيتك. آه. ها؟
ما احنا قايلين بقى في حاجة اسمها الإكثار، في حاجة اسمها الإكثار. يعني أنا مثلا المية دي عندي تغيرت بطاهر، ضفت عليها شوية سكر بقت مية بسكر، وعليها ليمونة كمان ليمونات، وكان عندي ضيف الضيف ما رضاش يشربها، وإحنا عندنا المية قليلة، أروح كاببها في البانيو وأتوضى بالبانيو من المية اللي في البانيو، مش هتأثر، مش هتبان. ها؟ لا، لازم الإكثار. يعني انت هناك هقول لحضرتك، البول بتاع رواد الفضاء بيعالجوه كيماويا يصبح ميه يشربوه تاني. استنى بس ما انا هريح. يعني البول بتاع رواد الفضاء دول في اللي بيقعدوا فيها مدة طويلة يتبول، واخد بالك، بعد ما يتبول يمشي في انابيب في معالجات كثيرة كده، وبعدين يتحول لميه يسلبوها له يشربوا تاني. كويس؟ هذا نجس عند الشافعي، مش عند الشافعي، عند علماء المسلمين. نجس حتى لو طالما لم يكثر عليه الماء، لان وسيله تطهيره انك انت تكثره بالماء، فتبقى مش تعالجه كيماويا، لان ده نقي لكنه مش طاهر، نقي بس، يعني هي كيماويا نقته، فشالت منه الروائح وشالت منه اليوريا وشالت منه مش عارف الحاجات اللي عامله ريحه والحاجات اللي مصفراه والحاجات اللي هي مدياله مش عارف ايه، لحد ما بقى حلو وجميل كده، بقى حلو وجميل مستساغ، لكنه ما زال نجسا شرعا. خدت بال حضرتك؟ بس تقول لي بقى طب وهيشرب ايه؟ مضطر بقى، وتقول له مضطر ليه؟ طب وايه اللي طلعه فوق؟ هو ايه اللي طلعه فوق اصلا؟ ما كان يقعد معانا هنا في ميه كتير. ايوه ايوه ما يجراش حاجه، بس هي نفسها ميه. ايوه ايوه كويس كويس، ده هو حسن صفاتها، ده هو جابها من الموقع بتاعها، ليها روائح مجاوره وروائح مخالطه، مش هي مش ميه، ده الروائح اللي فيها روائح المجاوره والمخالطه، فيروح يخش في محطه التنقيه يشيل المخالط والمجاور الروائح دي كلها لحد ما ترجع تاني ميه حلوه، استعملها بقى ما يجراش حاجه. خدت بالك ازاي؟ لان هي نفسها ميه. لكن لو طهرها بنجاسات لازم تكون كتيره، خليك فقيه، لازم تكون، وهي كتيره الحمد لله عندهم كتير. لا ربنا يستر. ايوه عايز انقل. إذا بالإكثار بالإكثار لو عرفت تستخلصه أصل هقول لك حاجة، في حاجة اسمها مخالط وفي حاجة اسمها مجاور وفي حاجة اسمها زائد. زائد المجاور زي مثلا حمار، يعني عزكم الله لما الحمار ساعات يموت على حرف الترع ويبقى جيفة، والهواء يجي يشيل ريحته الوحشة، تيجي تتوضى في الترعه تلاقي ريحتها طعمها وحش كمان. اهي دي طعمها، بالرغم ان طعمها وحش وبالرغم ان ريحتها وحشه يجوز الوضوء بها، لان ده مجاور. مجاور. خدت بالك ازاي؟ بالرغم هي تغيرت، التغير بالمجاور لا يضر. خدت بالك ازاي؟ طيب عندنا بقى التغير بالمخالط يضر وبالزائد يضر. خدت بالك ازاي؟ المخالط سهل ازالته. المخالط زي شويه طحلب ارميه في الميه كده ما بيدوبش بس يغير لونها، لكن ممكن اصفيه. لو صفيته اتوضى بيه. خدت بالك ازاي؟ لكن المذاب زي السكر ده ما اعرفش مهما صفيته هطلعه منها ازاي؟ لو عالجته بقى معالجات كيماويه خلاص رجعتها لاصلها ما يدورش، المهم ترجعها لاصلها، لانه هو اصلا مختلط الطاهر، مختلط الطاهر. هتيجي الحاجات دي ان شاء الله، هيقولها الشيخ. التي يجوز، يعني فلا يجوز التطهير بغيرها من المائعات، فمن استعمل غيرها في الوضوء او الغسل فقد تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فيعصى لتلاعبه مع عدم الصحه. واختصاص الطهاره بالماء قيل تعبدي، لا يعقل معناه. اشمعنى الميه بالذات ربنا جعلها هي للوضوء وللغسل؟ تعبد.
مالناش دعوه. لو قال لنا اتوضوا من الشيحه، هو قال لنا اتوضوا من الميه خلاص، وانزلنا من السماء ماء طهورا، حاضر ماء طهور، خدت بالك؟ فيبقى ايه العله فيها؟ تعبديه. لا يعقل معناه اي امر تعبدنا الشارع به لا نفهم حكمته. وقيل معقول المعنى لانه حوى اللطافه والرقه التي لا توجد في غيره، فلذلك لا يقاس عليه غيره خلافا للحنفيه اللي هم الاحناف، يعني مش الحنفيه بتاعتك، للحنفيه اللي هم الاحناف يعني. الاحناف رايهم ان المائع اللي هو الطهور الطاهر اللي هو لا يغير لون ولا رائحه، ويغير طعم خفيف زي ما منقوع التمر، منقوع التمر يجوز الوضوء له، ده عند الاحناف. لكن الشافعيه رايهم لا، مش موافقين على الحته دي. عند الاحناف يقول لك ما هو اولى من التيمم. عند الاحناف احنا نقول لا، اصل ده مش ميه، ده اصلا مش ميه. فهمت ازاي؟ يعني انت عندك كنكه شاي وما فيش ميه، تروح تتوضى منه؟ تتيمم احسن، خدت بالك؟ فلازم ميه. هو قال لك يجوز يعني اي صح، انما فسر الجواز بالصحه دون الحل لدفع ايراد نحو المغصوب، خد بالك. اصل ما يقول لك يجوز، هو المصنف قال المياه التي يجوز التطهر بها. يجوز دي تحتمل ايه؟ انه ينفع تتطهر بها، بمعنى يصح، وينفع كمان انها تحمل معنى اوسع، انه يجوز يعني حلال تتطهر بيه. وهو قال لك ان يجوز دي هيدخل فيها الماء المغصوب، لا يجوز انك تتوضى بيه. هخطف انا ميه من واحد من غير ما ادفع له ثمن، واروح انا اتوضى بيها، وضوئي صحيح لكن لا يجوز. خدت بال حضرتك؟ فهو كلمه يجوز دي دخلت حته في ذهن الفقيه، خليته قال له كان حقه يقول يصح. ليه قال يجوز؟ لأنه لو ما قالش، لو قال يصح يخرج الماء المغصوب، لكن لو قال يجوز دخل الوضوء بالماء المغصوب وهو يحرم الوضوء به، وكذا الماء المسبل للشرب يحرم الوضوء به في البلاد الحارة اللي ما فيهاش مية كتير، واحد عامل يزير للناس تشرب منه، تروح أنت تتوضى بيه تخلصه؟ لا، ما ينفعش. اتيمم أحسن وسيب الزير للناس تشرب، لأنه ده ماء مسبل للشرب، خدت بالك إزاي؟ فادي معنى الكلام، ان الشارح صلح كلمه يجوز اللي قالها المصنف، وحطها بعد كده قال اي صح، يعني عشان يخرج ايه الحته دي. انما فسر الجواز بالصحه دون الحل، اصله كان ممكن يقول لك يجوز اي حلال، مش كان ممكن الشارح يقول كده؟ لكن الشارح برضه مش عايز يقول حلال، ما هو حلال هيدخل الماء المغصوب انه يبقى حلال، وده ما ينفعش. خدت بال حضرتك؟ عموما مطلقا، لكن في البلد الفقيره للماء يحرم، وفي البلد اللي فيها ماء كثير يكره، لانه ممكن اعوضه في شويه كده، اروح معوضه على طول اجيب جردل واروح كبه وتاني. الكولدرات دي كلها هيتوضى بميه مثلجه؟ خليه يتلج بقى، احنا في طوبه. إذا كانت الماسورة مستمرة منها، ماسورة الحكومة يعني، واخد بالك ازاي؟ خلاص يتوضى، ما هي زي بقية الحنفية، ويستحمل بقى السقوعية دي هتبقى صعبة. لكن هي على أي حال الكولدير تملي، المية أما بتتقطع بيبقى مقطوع فيه، فما تقلقش. إنما فسر الجواز بالصحة دون الحل لدفع إيراد نحو المغصوب كالمسبل للشرب، المسبل للشرب المعمول سبيل للشرب، فإنه يصح التطهير به. لو اتوضى بالماء السبيل ده او الماء المغصوب، وضوءه صحيح ولا مش صحيح؟ لكن حرام. يصلي بيه لكن حرام. بس الحنابله قالوا لا، اذا تلبست الحرمه بالفعل الشرعي بطل الفعل الشرعي. الحنابله عندهم كده. لكن الشافعيه لا، يقول لك يصح ولكنه لا ثواب له. يصح فقها ولا ثواب له على، يعني لو صلى في ارض مغصوبه حرام يصلي في ارض مغصوب، خدت بالك ازاي؟ عند الحنابله صلاته باطله كمان، لان دي ارض مغصوبه ما ينفعش يصلي في ارض مغصوبه. لكن عند الشافعيه صلاته صحيحه بلا اجر، يسقط عنه التكليف ولا يثاب عليه،
فكل اللي واخد أراضي مش ملكه وبنى عليها وصلى فيها صلاته غير مقبولة. خد بالك، ياما ناس قاعدة في شقق مش بتاعتها، وياما ناس قاعدة يعني يسرق أرض وبعدين يبنيها مسجد، يقول لك أخبط خبطة وأتوب بعد كده. ما ينفعش، أصل الغاية لا تبرر الوسيلة. عندنا بالميكافيلية هم اللي عندهم كده يا سيدي، المذهب الميكافيلي اللي انتشر في اوروبا في اول هذا القرن، ان الغايه تبرر الوسيله، ده مذهب غير اسلامي. اللي هم عملوا عليها ادهم الشرقاوي، وعملوا عليها علي بابا والاربعين حرام، عملوا عليها تمثيليات وافلام كتيره، ان الغايه تبرر الوسيله. ادهم الشرقاوي ده عباره عن حرامي، بس حرامي جدع، يسرق من الاغنياء ويدي للفقراء. واخد بالك ازاي؟ الغايه تبرر الوسيله عندهم، لكن عند الشرع يفضل حرامي بقى. خدت بالك ازاي؟ فهي لما نشأ المذهب الميكافيلي عملوا عليها افلام كتيره انت مش واخد بالك منها، يجيبوا لك مثلا شاديه ولا ماجده ولا بتاع. انا معلوماتي التمثيليات والافلام وقفت على شاديه واسماعيل ياسين والعمل، وبعد كده بقى ما بقاش عارف. كانوا زمان مثلا واحنا اطفال نشوف الفيلم مثلا، يجيب لك الممثله دي غلبانه بقى ايه، فقيره لكنها جميله، امها عايزه تعمل عمليه ومش لاقيه تاكل، تقوم تشتغل رقاصه عشان تعمل العمليه لامها، وانت قاعد طول الفيلم تقول يا سلام ايه الجمال ده، ده هي شوف يعني هتقطع نفسها علشان تكسب بعرق وسطها وبعدين ايه تعمل العمليه لامها. دي برضو غايه تبرر الوسيله عندهم. افلام كتيره طلعت، حسن الامام عمل يجي مئات الافلام على القصص دي، كل ده غير اسلامي بالمره. الغايه لا تبرر الوسيله عند المسلمين. خدت بال حضرتك؟ الغايه لا تبرر الوسيله. يعني انا اسرق حته ارض واعمل لها جامع، خد بالك ازاي؟ الصلاه فيها غير مقبوله للسارق. انا ايه عرفني انا؟ انا جيت صليت هنا وما اعرفش صلاتي مقبوله. صلاه السارق اللي هو عارف ان هو سارقها. ياما ناس خدت اراضي في الساحل الشمالي من غير وجه حق، وبنوا عليها فلل وقرى سياحيه وشغلانه كبيره، وعملوا جوامع، كلنا نروح نصلي هناك ناخد صلاتنا مقبوله، وهو مسكين صلاته مش مقبوله، وبطلع عند الحنابل عشان يحرم يعمل كده. ومش كده وبس، ويوم القيامه يطوق من سبع الاراضي اللي خدها ولا يحل له. خدت بالك ازاي؟ احنا عايزين نروح. ينقطعوا عن المسجد. لو اهل القريه كلها او الحي عارفين ان الارض دي مغصوبه ما يروحوش يصلوا في الجامع ده، مسجد دراسه. خلاص دي منفعه عامه، دي اسمها منفعه عامه، اذا كانت منفعه عامه خلاص. لكن برضو ما يغلطش على الناس، يعني افرض هي منفعه عامه الناس بتتنفس، تروح انت جاي في نفسهم عامل لهم بقى جامع، يعني برضو يعني ايه يعني الحكايه تبقى فيها جمال يعني. واخد هيتبني عليه كنيسه ملء مين؟ ملك مين؟ نشتري منه. انما تاخده منه ازاي يا ابني من غير ما تشتري منه؟ اشتري منه. يا ابني نشتريها من صاحب الارض. خلاص نروح بنينها جامع، وبعدين نعمل قضيه وندفع له الفلوس في المحكمه ثمن الارض بس وخلاص الحكايه. لكن نديله فلوسه برضه، احنا اصلنا مش حراميه، المسلمين دول مش حراميين، المسلمين دول محترمين، دخلوا البلاد كلها فتحوها، لا اغتصبوا نساء ولا قتلوا اطفال ولا خدوا اموال لا تحل لهم، طول عمر المسلمين محترمين. واخد بالك ازاي؟ الحمد لله. انما غير المسلمين غير محترمين في التعاملات بتاعتهم. الغايه الخلاصه، الغايه لا تبرر الوسيله. فهمت ازاي؟ خد بالك منه. يقول لك انا ايه هخبط لي خبطه كده واكسب لي مليون جنيه، ابتدي حياتي ب 500,000 وابني جامع بال 500 التانيين. ما ينفعش يا عم، ما ينفعش، حرام. واطلع احج، ما ينفعش برضه. اخلص اقف على جمله مفيده عشان نروح وبعدين نخلص.
فبيقول إنما فسر الجواز بالصحة دون الحل لدفع إيراد نحو المغصوب كالمسبل للشرب، فإنه يصح التطهير به مع حرمة استعماله لعارض الغصب ونحوه، لكن في اقتصاره على الصحة حمل المشترك على أحد معنييه من غير قرينة فهو بالتحكم أشبه، فالأولى تفسير الجواز بالصحة والحل معا، فيكون من قبيل استعمال المشترك في معنييه. يعني بيقول إن يصح بس برضه إيه ده استعمال المشترك في إيه؟ في أحد معنييه بدون قرينة، وإحنا حقنا نقول إنه يصح ويحل علشان تبقى الحكاية كده واضحة. خدت بالك إزاي؟ يصح علشان نبين إن الوضوء به صحيح يعني غير فاسد لأن الصحة تقابلها الفساد، ويحل علشان الحل يقابله الحرام الحرمة. خدت بالك إزاي؟ فكان حقه يقول يصح ويحل. فيكون من قبيل استعمال المشترك ولا يرد نحو المغصوب لأن الحرمة فيه لعارض نحو الغصب كما علم. التطهير نقف عليها بقى. كنت عايز تسأل تقول إيه فيه؟ ده اسمه وضع يضع اليد، اسمه وضع اليد في ارض لا يملكها احد. استنى بس، دي مساله ثانيه، اسمعني بس. المحافظه دي دي شخصيه اعتباريه، شخصيه اعتباريه، الحكومه دي شخصيه اعتباريه، واخد بالك ازاي؟ يعني الحكومه لها ان تنظم الاراضي كلها لكن لا تملكها، خدت بالك ازاي؟ فهي بتنظم بس. الوقت الارض الموات ملك لمن ايه؟ لمن يحييها. الارض الموات، انا رحت كده في حته الصحراء لقيت لي 10 فدادين وضبتهم ورحت زرعتهم وبنيت لي بيت جنبهم. الارض دي مش ملك حد. واخد بالك ازاي؟ فيبقى يجوز ليا ان انا ايه اعيش بالطريقه دي. جت الحكومه بعد فتره اتسعت نطاقها ودخلوا في هذا الكردون بتاعنا. اللي هو كان اصلا محدش سائل عليه ولا كان تبع حد في الدنيا. فجت الحكومة قالت لا انت كده حطيت ايدك على ارض وخبات لم تتملكها بالارث ولا بالشراء. خدت بالك ازاي؟ انت لازم تدفع لنا رسوم. ادفع للحكومة الرسوم، هياخدوها منك، ادفع لها الرسوم، لكن صلاتك صحيحة ومسجدك كويس وبيتك كويس. خدت بالك ازاي؟ لكن بتصلح امرك مع الحكومة. احنا بنتكلم على ارض ملك حد. يعني مثلا ابوك ساب لك بيت انت واخواتك، انت بقى علشان الكبير وبتاع واللي فاهم كل حاجه رحت طارد العيال وخدت البيت واتجوزت فيه. واخد بالك ازاي؟ بقى دي ارض مغصوب. بقى بيت مغصوب. بقت الصلاه فيها باطله عند الحنابله وحرام عند الشافعيه لا ثواب فيه. خدت بالك؟ ابوك ساب لك 10 فدادين. خدت انت اكتر من نصيبك وكمان بنيت بيت فيه. بقت دي ارض مغصوبه، مغصوبه من اخواتك. فلازم في الحاله دي تروح تستسمح. يا جماعة يا باقي الورثة أرجوكوا سامحوني وخدوا، عايزين تمن الأرض أديها لكم، عايزين تمن نصيبكم أديه لكم، تستسمح. قالوك يا عم إحنا مش عايزين حاجة يا عم، حلال عليك، خلاص حلال عليك، حلال الحمد لله. ما هو لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. لازم يبقى في طيب نفسه. بس والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعند كمالك.